حماس في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، أدانوا حزب الله ووجه لها أنها جماعة إرهابية. حلو حلو، نطت حماس الإخوانية، حماس المرتزقة، حماس التي هي أحد أدوات الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمين هم أصدقاء الحرس الثوري الإيراني، ترفض أن يطلق على حزب الله أنهم حركة إرهابية. طبعا لأنكم أنتم إرهابيين وحزب الله إرهابيين، فأنتوا كلكم في الهوى سوا. من يقتل الجيش المصري ويسمح لإرهابيين بقتل بيت المقدس والداعشين وتهريب الأسلحة من ليبيا إلى ومن غزة إلى سيناء لقتل الجيش المصري، هم حماس التي تحتوي بيت المقدس الإرهابية. إذا لا تستغربون أعزائي المشاهدين أن حماس الإخوانشية تستنكر أن نعتبر حزب الله إرهابية. بالمختصر هذول إرهابيين وهذول إرهابيين. لذلك علينا، ووجه الرسالة لكل الدول العربية، يجب وخاصة دول الخليج، يجب تجفيف منابع حماس وإركاحها وتسليم السلاح. الرسالة وصلت، أتمنى.